الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة من دون طيار تابعة لحكومة الوفاق كانت تستعد لقصف مواقعه بالصواريخ بمنطقة الجفرة. اليوم استئناف المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول نقل السلطة بالسودان. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل للأخبار، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، بحيث يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا المجال بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري اطلع خلاله الرئيس السيسي على الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة. عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيدة وزيرة البيئة عرضت خلال الاجتماع الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي ترتكز على ثلاثة برامج تنفيذية. يشمل الأول تطوير البنية التحتية بما في ذلك إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط التدوير والمعالجة. فيما يتضمن البرنامج الثاني عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة. ويتضمن البرنامج الثالث التطوير المؤسسي للمنظومة على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، والمشاركة والتوعية المجتمعية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة أعلى درجات التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان إنجاح المنظومة الجديدة، مشددا سيادته على أهمية الدراسة العلمية الدقيقة لجميع الخطوات التي يتم اتخاذها والاستفادة من الخبرات الأجنبية المتميزة. تجتمع اليوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بحضور لجنة ثلاثية من وزارات العدل والصحة والداخلية بمشاركة اثنين من صيادلة العقاقير بجامعة القاهرة لتحديد المواد التخليقية الواردة بمشروع قانون بشأن مكافحة المخدرات. كان مجلس النواب قد قرر إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة الصياغة. أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لحكومة الوفاق كانت تستعد لقصف مواقعه بالصواريخ في محيط منطقة الجفرة. وقال الجيش الوطني الليبي إن الطائرة التي أسقطت انطلقت من قاعدة مصرات الجوية وكانت تحمل على متنها صواريخ حرارية، إلا أن مضادات الجيش قامت بالتصدي لها قبل إطلاق أي صاروخ على مواقعه. يشار إلى أن هذه الطائرة الخامسة التي يسقطها الجيش الليبي منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من إبريل الماضي. يناقش اليوم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان مع قوى الحرية والتغيير نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي الذي سيدير المرحلة الانتقالية في البلاد. كان ضابط سوداني قد استشهد وأصيب ثلاثة عسكريين آخرون بجروح، كما استشهد عدد من المعتصمين في إطلاق نار وقع مساء الاثنين في ساحة الاعتصام في الخرطوم، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الحاكم الذي اتهم جهات لم يسمها بالوقوف خلف ما جرى.
في اختراق كبير لحل الخلافات بين الأطراف الرئيسية للعملية السياسية في السودان، أعلن المجلس العسكري الانتقالي اتفاقه مع تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض على هياكل السلطة للفترة الانتقالية بالبلاد، مع ترحيل نقطتي أمد تلك الفترة والنسب المشاركة في الهيئات الانتقالية لاجتماع آخر لاتخاذ قرار بشأنهما. ناقشنا في هذا اليوم هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما. اتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية واتفقنا عليه، وناقشنا كذلك المهام والسلطات في المستويات الثلاث: المستوى السيادي والمستوى التنفيذي والمستوى التشريعي، واتفقنا عليها تماما بحمد الله. وفي وسط العاصمة الخرطوم، أغلق المتظاهرون لليوم الثاني عددا من الطرق في تصعيد لتحركاتهم بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق العشرات منهم عبر النيل في شمال الخرطوم. كما واصل المحتجون اعتصامهم أمام وزارة الدفاع منذ 6 أبريل من أجل التأكيد على طلبهم بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية. اتهم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان مؤيدي النظام السابق باستهداف الثورة عن طريق خلق شائعات كاذبة والقيام بأعمال تخريبية. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي، قال إن المفاوضات المشجعة بين المجلس وقوى الحرية والتغيير أجبرت الخلايا النائمة للنظام القديم على تصعيد نشاطها. تم استغلال يعني هذا الوضع تماما من القوى الأخرى والخلايا النائمة للنظام السابق وغيره الذين ظلوا يستهدفون هذه الثورة. بدأوا بإطلاق الشائعات، يمكن قبل يومين في عربية جاءت توزع الفطور للمعتصمين واعترضت، وفي النهاية طلع أنه ما اعترضتها القوات الأمنية، القوات المسلحة والقوات الشقيقة اللي شغالة معها. بدأت أيضا بالفتنة ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، محاولة بس شائعات ما بيننا في القوات المسلحة وبين إخوتنا في الدعم السريع اللي هم أصلا جزء من القوات المسلحة، يعتمرون بأمر القوات المسلحة ويعملون ضمنها وخططها وهم جزء من قيادتها. يجتمع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمان اليوم لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي أبرم في السويد في ديسمبر الماضي. ويناقش الاجتماع إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد. وحث المبعوث الأممي الخاص الطرفين على المشاركة بشكل بناء فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران هي أكبر مزعزع للاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده أرادت ضمان وجود قوات رادعة في المنطقة تحسبا لإقدام إيران على استهداف المصالح الأمريكية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أن محاولة إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة ستكون خطأ فادحا. في تحذير أمريكي صارم حيال تهديدات إيران، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من مغبة استهداف مصالح بلاده في الشرق الأوسط. سنرى ما سيحدث مع إيران، إذا فعلت أي شيء فسيكون خطأ فادحا. أسمع روايات قليلة عن إيران، لذلك إذا قاموا بأي شيء فسوف يعانون بشكل كبير، وسنرى ما سيحدث مع إيران.
وفي إطار ضغوط الولايات المتحدة لإثناء إيران عن سلوكها العدائي في المنطقة، أرسلت واشنطن حاملة طائرات وسفينة حربية وقاذفات B-52 ونشرت صواريخ باتريوت. نعتقد أن إيران يجب أن تسير في طريق المحادثات بدلا من التهديدات. لقد اتخذوا خيارا خطأ بالتركيز على التهديدات. وفي زيارة مفاجئة إلى بروكسل، تبادل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معلومات سرية بشأن الأمر مع نظرائه الأوروبيين. وقالت المنسقة العليا لشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إنها أكدت للوزير الأمريكي ضرورة منع التصعيد بشأن إيران، مشيرة إلى أن أوروبا تدعو دائما للحوار والحلول الدبلوماسية بما في ذلك إيران. لقد استمع مايك بومبيو بشكل واضح، ليس من جانبي فقط بل أيضا من الوزراء الآخرين بالاتحاد الأوروبي. إننا في لحظات دقيقة وحساسة للغاية، حيث ينبغي اتخاذ موقف أكثر ملائمة ويتسم بمسؤولية أكبر، وطالبنا باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد في الجانب العسكري. وكانت طهران تحت وطأة وصرامة العقوبات الأمريكية، قد هددت بأنها ستمنع صادرات نفط للدول الأخرى حال منعها من تصدير نفطها، كما هددت بإغلاق مضيق هرمز الممر الاستراتيجي أمام حركة التجارة. يستقبل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سعيا لإرساء الاستقرار في العلاقات شديدة التوتر بين البلدين. وأوضح الكرملين أن بومبيو سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل أن يستقبلهما الرئيس الروسي، ليكون أعلى مسؤول أمريكي يلتقي بوتين منذ قمته مع ترامب في يوليو بهلسنكي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مصممة على إلحاق الهزيمة بالإرهاب. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب أمام العديد من سفراء الدول الإسلامية وممثلي بعثاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة في حفل الإفطار الرمضاني السنوي بالبيت الأبيض، الذي يعد الحفل الثاني له منذ توليه منصبه الرئاسي. وأضاف ترامب أن هذا الوقت يعد صعبا بالنسبة للمسلمين حول العالم، مشيرا إلى ما شهدته نيوزيلندا مؤخرا من هجمات إرهابية. أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته الرمضانية لهذا العام إلى مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا بعد تعرضها لهجوم إرهابي دام أودى بحياة أكثر من 50 مسلما. وخلال الزيارة قام غوتيريش بوضع باقة من الزهور في مسجد النور، الذي كان واحدا من المسجدين اللذين تعرضا للهجوم الإرهابي، كما توجه بكلمة إلى سكان مقاطعة الباسيفيك حثهم خلالها على الاهتمام جيدا بشؤونهم الداخلية ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ. يشار إلى أن غوتيريش قد أجرى زيارته الرمضانية العام الماضي إلى مالي بعد أن قام بزيارة أفغانستان في عام 2017. قتل 16 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، وأصيب 21 آخرون على الأقل إثر عملية شنتها القوات الأفغانية في مقاطعة بوشت رود بإقليم فرح الواقع غربي البلاد. وقال مسؤولون أفغان إن العشرات من مسلحي طالبان شنوا هجمات على نقاط تفتيش أمنية في مقاطعة بوشت رود، إلا أنه تم التصدي لهذه الهجمات، مشيرا إلى أنه تم إبطال مفعول لغمين في المنطقة. وأضاف المسؤولون أن جنديا واحدا لقي حتفه، فيما أصيب اثنان آخران جراء العملية. من جانبها رفضت حركة طالبان هذه الادعاءات. قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن المملكة البريطانية لن تترك الأجانب والمغتربين غير مرحب بهم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامته الخارجية البريطانية في لندن للسفراء الأجانب، حيث أضاف هانت أن بريطانيا لابد وأن تهتم بشؤون من صوتوا على البقاء في أوروبا، مؤكدا أن التاريخ البريطاني يشهد بأن البلاد لم تغلق أبوابها أمام أي أحد من أي منطقة في العالم.
في ألبانيا تظاهر أنصار أحزاب المعارضة من يمين الوسط وسط العاصمة تيرانا، وتتهم المعارضة الألبانية الحكومة بالفساد وتزوير أصوات الناخبين، وتطالب الحكومة بتقديم استقالتها وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. في احتجاجات مناهضة للحكومة الألبانية متواصلة منذ منتصف فبراير الماضي، تظاهر أنصار أحزاب المعارضة من يمين الوسط في ألبانيا بالعاصمة تيرانا. المتظاهرون الذين نزلوا بالمئات إلى الشوارع رغم هطول الأمطار قاموا برشق قوات الأمن بالألعاب النارية أمام مقر رئيس الوزراء إيدي راما، وبعد ذلك أمام مقر الشرطة الوطنية. وتتهم المعارضة الألبانية الحكومة بالفساد وتزوير أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل عامين، وأنها على صلة بالجريمة المنظمة على حد زعمها، وتطالب المعارضة الحكومة بتقديم استقالتها وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حذرتا المعارضة من استخدام العنف أو التحريض عليه. وتعتبر دولة ألبانيا إحدى دول منطقة البلقان، حيث تأمل في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل من أجل البدء في مفاوضات انضمامها إلى التكتل الأوروبي. في البوسنة أدت الفيضانات إلى غمر المئات من المنازل بالمياه التي عمت الأجزاء الشمالية والوسطى بالبلاد، ما أدى إلى إغلاق الطرق والجسور. ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد وهطول الأمطار في البوسنة خلال الأيام المقبلة، مع اتخاذ السلطات المحلية استعداداتها لمزيد من الفيضانات. تحت هدير الفيضانات المتدفقة غرقت المئات من المنازل في البوسنة أمام المياه التي عمت الأجزاء الشمالية والوسطى بالبلاد، ما أدى إلى إغلاق الطرقات والجسور. وكانت بلدات ماجالاغ وبوسناسكا كروبا الأكثر تضررا مع تجدد الفيضانات بعد أن فاضت مياه الأنهار الصغيرة على ضفافها. وازدادت الكارثة أكثر بعد ارتفاع درجات الحرارة من صفر إلى أكثر من 15 درجة مئوية، ما أدى إلى ذوبان الثلوج على قمم الجبال، ما تسبب في زيادة تلك الفيضانات. وفي بلدة كازين حاول السكان إبقاء المياه خارج منازلهم، وعزى بعض المواطنين الفيضانات إلى خطئهم بعدما عجزوا عن حفر قناة للعمل كوسيلة للصرف أمام سريان المياه المتدفقة. بينما أعلنت بلدة بوسناسكا كروبا حالة الطوارئ واعتبارها منطقة كوارث طبيعية. ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد وهطول الأمطار في البوسنة خلال الأيام المقبلة، مع اتخاذ السلطات المحلية استعداداتها لمزيد من الفيضانات. عودة للشأن المحلي، حيث تواصل وزارة الداخلية الكشف عن الحوادث والخروقات الأمنية بهدف القبض على مرتكبي الجرائم والخارجين عن القانون وتطبيق العدالة. كما تعمل الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد. تجرد هذا القاتل من كل معاني الإنسانية ونفذ جريمته البشعة بقتل صديقه لسرقته، فقد استدرجه لمسكنه وباغته بضربة على الرأس وطعنة في الرقبة فأودى بحياته. لم يكتفي بذلك، بل زين له شيطانه تقطيع الجثة ووضعها في حقيبتين ونقلهما في سيارة، وألقى بها في مكان العثور عليها بمصرفين بطريق قرية حوض 12 بالمنتزه بالإسكندرية، بعد أن استولى على 40,000 جنيه والتابلت كان بحوزته. كل هذه الملابسات كشفها قطاع الأمن العام تنسيقا مع أمن الإسكندرية، وألقى القبض على الجاني. بعد معلومات أعقبها تحريات مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بقيام أحد الأشخاص بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية بمخزن ملكه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمخزن وبحوزة 840,000 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام محظور تداولها. نحو مزيد من أسعار مخفضة على السلع الأساسية، تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بمرحلتها الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية في الأول من أبريل الماضي، ومن خلالها يتم توفير السلع الاستراتيجية في فروع كبرى السلاسل التجارية بأسعار تقل عن مثيلاتها خارج إطار المبادرة 30%. ولأنها تخفيضات حقيقية لمسها المواطن، فقد شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية من سلع تتسم بجودة
عالية خاصة مع نسائم شهر رمضان المبارك. دي مبادرة كويسة ويا ريت تستمر، وكل مرة بنيجي نلاقي في خصومات كتيرة جدا وحاجة كويسة أرخص من أي حاجة بره. فيها خصم بنسبة 20-30% سكر وزيت متناول في متناول إيد الجميع. كيلو اللحمة أنا بجيبه بمرة ب 120 جنيه وب 130 جنيه، أنا بجيب هنا فواخر اللحمة بجيبها ب 84 وب 92. مبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء عنهم من منطلق الدور الاجتماعي للوزارة والذي تحرص دائما على تفعيله. تؤمن وزارة الداخلية بدورها الإنساني والمجتمعي والذي لا يقل أهمية عن دورها في حفظ الأمن والاستقرار، وهو ما يتجلى في المبادرات التي تطلقها الوزارة للتخفيف عن كاهل المواطنين ككلنا واحد. عبدالله بركات للتلفزيون المصري. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة من دون طيار تابعة لحكومة الوفاق كانت تستعد لقصف مواقعه بالصواريخ بمنطقة الجفرة. اليوم استئناف المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حول نقل السلطة بالسودان. ختام النشرة، إلى اللقاء.